looking for knowledge, the secret to success. Growing in wisdom, so you can pass your test. We're helping you to find the way, every day, to be your best. Wisdom and knowledge will lead you to success. كوفية لويزا، دي كوفية جميلة قوي. كان نفسي يبقى عندي كوفية برتقاني، دي برتقاني جدا. أو لأ، أنا بوظتها، كوفية لويزا باظت، ما كانش المفروض ألمسها. أعمل إيه دلوقتي؟ تشيكوندي أنا رجعت. لأ لويزا راجعة، أعمل إيه؟ لازم أخبي كوفية. أعمل إيه؟ أيوة أخبيها. أها أنا جاي خلاص، أنا بس بدور على كوفيتي. أنا مش لاقياها. يا لويزا. اهلا تشيكوندي. ما كنتش اعرف انك جايه بدري النهارده. كده بدري؟ كان نفسي الاقي الكوفيه بتاعتي. شفتها؟ لا. ايه ده، كنت بترسم؟ ممكن اشوفها؟ لا مفيش حاجه تشوفيها هنا يا لويزا، ولا انا ما شفتش كوفيتك خالص. اعتقد لازم تروحي البيت بدري النهارده. انت مش عايز تشوفني النهارده؟ مش حاسس اني قادر اتكلم، والاحسن انك تروحي. يلا. مالك يا تشيكوندي، ايه اللي حصل؟ افتكرت اننا اصحاب ودايما هتكون عايز تشوفني. ايوه بس مش النهارده، روحي بقى لو سمحتي. تشيكوندي انت فيك حاجه غلط. انت مخبي حاجة عني؟ ولا حاجة، مش مخبي حاجة. انا عايز اكون لوحدي النهاردة بس. عارف يا تشيكوندي، اظن ان ده هيبقى وقت مناسب جدا لقصة من الخليقة، سفر التكوين. قصة؟ تحب تشاركني في قصة صغيرة؟ مش عايز اسمع قصة النهاردة يا لويزا، بس أظن مش هيبقى في مشكلة لو قصة قصيرة وبعد كده تروحي بيتك. أيوة هي قصة قصيرة وقصة ممتعة جدا. ماشي. كمان قصة قصيرة. كل المخلوقات والحيوانات كانت الحية الأذكى والأخبث. في يوم من الأيام جت عند حواء وقالت لها: هو الله فعلاً قال لكم ما تاكلوش من كل فاكهة شجر الجنة؟ حواء كانت عارفة الله قال إيه وقالت لها: لا، نقدر ناكل من كل فاكهة شجر الجنة، بس الله قال ما ناكلش من شجرة معرفة الخير والشر اللي موجودة في نص الجنة. الشجرة دي ممنوعة خالص، ما ينفعش إننا حتى نلمسها، لو عملنا ده هنموت. الحية كذبت على حواء وقالت لها: مش هتموتوا، الله عارف إنكم لو أكلتوا من الفاكهة دي عينيكم هتتفتح وهتبقوا زي الله، عارفين الخير والشر. حواء أغراها كلام الحية وبصت على الثمرة الممنوعة. الثمرة كان شكلها مش مضرة وشكلها كان طعمه حلو. كل ما كانت بتبص أكتر عليها كل ما كانت عايزة تدوقها أكتر. حواء مدت إيديها وأخدت الثمرة من الشجرة اللي في وسط الجنة وأكلتها،
وبعدها ادت كمان لآدم وأكل منها، وفجأة عرفوا إنهم عريانين. إيه اللي بيحصل ده؟ حاولوا إنهم يخبوا جسمهم علشان كانوا مكسوفين. إيه الشعور الجديد ده؟ لقوا ورقتين وعملوا لنفسهم هدوم يستخبوا فيها، وكان الله بيتمشى في الجنة زي ما كان بيعمل كل يوم الصبح وبالليل علشان يتكلم مع آدم وحواء. بس المرة دي آدم وحواء خبوا نفسهم من حضور الله، ونده ربنا على آدم: يا آدم أنت فين؟ آدم رد عليه: أنا سمعت صوتك في الجنة وكنت خايف علشان أنا عريان فاستخبيت. فالله سألهم: مين قالك إن أنت عريان؟ أنت أكلت من فاكهة الشجرة الممنوعة؟ آدم حاول يدافع عن نفسه وقال: الست اللي أنت اديتها لي هي اللي ادتني فاكهة من الشجرة الممنوعة وأكلتها. فالله قال لحواء: أنت عملتي إيه؟ حواء كمان كانت خايفة وقالت إن الحية هي السبب، الحية خدعتني فأكلت الفاكهة. الله قال للحية: عشان أنت عملت كده أنت ملعونة وهتزحفي على بطنك. وقال لحواء: هتتعبي لما تيجي تولدي. وقال لآدم: الأرض ملعونة بسببك، هتتعب وانت بتشتغل في الأرض طول أيام حياتك، هيكون في شوك وحسك وانت هتحرث الأرض الناشفة، لازم تشتغل وتتعب عشان تاكل. انت اتعملت من التراب وهترجع برضو تاني للتراب. والله بنفسه ذبح حيوان واستخدم الجلد عشان يغطي آدم وحواء، وساعتها قلب الله اتكسر. كان عارف انه عشان هما ما سمعوش الكلام فما ينفعش انهم يقعدوا في جنة عدن، فطردهم من جنة عدن عشان يشتغلوا في الشمس الحامية وعشان يزرعوا الأرض الناشفة ويتعبوا برا الجنة. الله حط ملاكين بسيفين من نار على مدخل الجنة يحرسوا الطريق لشجرة الحياة. دي حكاية من الأول خالص لما آدم وحواء كانوا في الجنة الجميلة. عايز تتكلم معايا عن القصة دلوقتي؟ لا أنا فعلا مش عايز أتكلم، وإنتي المفروض تروحي. يلا. ياه شكلك متضايق خالص النهاردة. في حكايتنا شفنا آدم وحواء عملوا خطية في الجنة، سمعوا لكلام الحية اللي كذبت عليهم وشككتهم في كلام الله، فراحوا أكلوا من الفاكهة اللي الله قال لهم ما تاكلوش منها. عندك حاجة عايز تقولها يا تشيكوندي؟ لا ها احنا خلاص خلصنا. تفتكر آدم وحواء حسوا بإيه لما ما سمعوش كلام الله؟ اتبسطوا جدا وراحوا للشجرة وأكلوا تاني. لا يا لويزا، مش هو ده اللي حصل أبدا. آدم وحواء كانوا متضايقين جدا واستخبوا من الله. بالظبط، استخبوا من الله وما كانوش عايزين يكلموه ويكونوا قريبين منه. أظن كمان إنهم ما كانوش عايزين يشوفوا الله اليوم ده. ليه ما كانوش عايزين يشوفوا الله في اليوم ده بالذات؟ كل يوم الله كان بيجي ويمشي معاهم في الجنة. ممكن كانوا زعلانين من الله في حاجة؟ لا مش زعلانين، بس هم حاسين بالذنب لأنهم ما سمعوش كلام الله خالص. عشان كده ما كانوش عايزين يشوفوا الله عشان ما سمعوش كلامه. لما مش بنسمع كلام الله اللي قاله لنا ده اسمه خطية. فهمت، خطية، الخطية وحشة، بتبعدنا عن الله. لما بنغلط مش بنبقى قريبين من الله ولا حتى الناس التانية. الخطية بتجيب زعل كبير.
وكمان بتجرح علاقاتنا. انت لويزا الكوفية بتاعتك انا اخدتها وبوظتها وخبيتها ورا المخدة دي وكدبت. شكوندي تعالي نتكلم سوا. هو عشان كده انت ما كنتش عايزني النهاردة؟ ايوه. وما كنتش عايز اقعد جنبك كمان. وكنا متخاصمين. اهدى. طيب اهدى هتبقى كويس. اسمع. انا زعلان. اسمع قولي كل اللي حصل. انا ما كانش قصدي ابوظها. ما كنتش عايز اعمل كده. بس شفتها هناك وكانت جميلة جدا وانا كنت برسم. كنت بترسم غوريلا؟ ايوه كنت برسم غوريلا كبيرة. بس انا عملت غلطة اكبر منها. ايه اللي حصل؟ قلم الالوان بوظ الكوفية. وسمعت صوتك. وانا كنت خايف. فخبيتها. انا اسف عشان كده. ما كنتش عايز اني اشوفك النهاردة. طيب حاسس بإيه دلوقتي بعد ما اديتني الكوفية وقلتلي حقيقة اللي حصل وإنك بوظتها؟ طيب دلوقتي حاسس إني أحسن بما إنك عارفة. بس لسه حاسس بالكسوف إني أخدتها منك. أنا كنت غلطان. وللأسف كوفيتك ما بقتش جميلة زي قبل كده. كانت خطية إنك أخدتها. والخطية ضلمة جدا. زي الخط الأسود الكبير اللي على الكوفية. أيوة فعلا غامق قوي. في إيه خطايا تانية؟ الكذب على الناس. السرقة من الناس. إنك تكون عايز حاجة مش بتاعتك أنت. صح. والخطية بتخلينا عايزين نستخبى من الله. زي آدم وحواء استخبوا من الله لأنهم افتكروا أنه مش عايز يكون صاحبهم ومعاهم تاني. أيوة بس الله جه يدور عليهم وما كانش عايزهم يستخبوا في الضلمة. الله عايز كل أولاده يكونوا في النور. فعلاً. إنك تيجي للنور أكنك بتطلع الحاجة اللي كانت مستخبية. بالظبط. زي الكوفية. أنا بجد زعلان. كوفيتك باظت. فعلاً باظت يا صاحبي. عليها علامة كبيرة. بس على الأقل هنفتكر درس مهم اتعلمناه لما نشوفها. درس ايه ده يا لويزا؟ ان القرود الصغيرة اللطيفة اللي زيي مش المفروض ترسم غوريلا؟ لا يا تشيكو. الدرس اننا ما نستخباش لما نعمل حاجة غلط. بتخلينا نحس اوحش. ايوه بس انت عندك حق. لما خبيتها خلتيني أحس إحساس وحش. الأحسن إننا نعترف بغلطنا. علشان يتغفر لنا. إني أستخبى مش بيصلح المشكلة. لا أنا بجد آسف يا لويزا. ممكن تسامحيني؟ طبعا أكيد يا تشيكوندي. الأصحاب بيسامحوا بعض. لما استخبيت مني كنت زي آدم وحواء في الجنة.
أيوة، هما كمان حاولوا يستخبوا من الله في الجنة. مش من السهل خالص إننا نقدر نتكلم عن اختياراتنا اللي بنختارها بالذات الوحشة منها، بس الأسهل من كده إني أتظاهر إن مفيش حاجة حصلت. هو ده بالظبط اللي الشرير عايزنا نصدقه. ممكن يبان إنه سهل في الأول، بس في الحقيقة إنها بتدمرنا. الخطية كلمة صغيرة، بس أظن إنها ليها معاني كبيرة. أيوة، الخطية مش بتبسط أبداً ربنا. زي الكذب فعلاً. والسرقة فعلاً. وإني أكون عايز أخد حاجة مش بتاعتي. كل ده بيجي من الشيطان والظلمة. لكن الله نور. فهمت، الله نور. أيوة. عارفة يا لويزا؟ قولي. النور والظلمة مش لاقيين على بعض خالص. الخطية ظلمة، بس الله نور. انت ذكي يا صاحبي. لما الله بيكون موجود بيبقى فيه نور. بس لما بتبقى الخطية موجودة ونستخبى في الظلمة مش بنبقى كويسين. لا، اوقات وانا بدور على برتقاناتي في الظلمة بخبط في حاجات زي كده. اكيد بتوجع. بتكعبل واقع، وبعور نفسي، مش بعرف اتعامل في الضلمة. عارف يا تشيكوندي، سفر الامثال بيتكلم عن ده. انا بحب الامثال. بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح. يا ترى يعني ايه ينجح؟ ينجح معناها تبقى شاطر او مزدهر. الله عارف لو انت خبيت خطيتك مش هيغفرها ولا هينظف الغلط ولا هيساعدك إنك تنجح. أنا عايز أكون شاطر، وكمان عايز أنجح وآخد كل برتقاناتي، وكمان ما أعشي في الظلمة. يبقى لازم تتعود تطلع كله للنور. فهمت، أنا مش هستخبى تاني أبداً. حلوة قوي. شكراً يا لويزا، أنا بحب طريقتك فعلاً وإنتي بتشرحي أي حاجة. طيب، بيتهيألي أنا لازم أفتكر المثل ده كويس جداً. ماشي، يلا قول ورايا. ماشي، ورايا. أمثال 28-13. أمثال 28-13. من يكتم خطاياه من يكتم لا خطاياه ينجح. من يكتم خطاياه لا ينجح. ومن يقر بها ويتركها ومن يقر بها ويتركها يرحم. يا تشيكوندي، يرحم. شاطر جدا. في ترنيمة هتساعدنا نفتكر اتعلمنا ايه النهارده. رنميها رنميها رنميها. Sin is anything I do or think or say that breaks the law of God. Sin is anything I do or think or say that breaks the law of God. If I hide my sin, I will not do well. If I hide my sin, I will not do well. So I'll confess it, leave it, turn away from it, and continue in the light of God. If I hide my sin, I will not do well. If I hide my sin, I will not do well. So I'll confess it, leave it, turn away from it, and continue in the light of God. تشيكوندي، انت بتعمل ايه بالكشاف؟ أنا كنت بفكر يا لويزا. الضلمة خطيرة جدا. عندك حق. ودايما بتعور لما بستخبى وامشي في الضلمة. لازم امشي على طول بكشاف معايا. صح، النور بيساعدنا جدا. كده أنا مش هقع تاني خالص. أنا بحب طريقة تفكيرك. طيب، وإيه أخبار الضلمة اللي في قلبك؟ في قلبي؟ مش المفروض إنك تطلب من الله إنه يغفر خطيتك علشان نوره يجي جوه قلبك؟ الله؟ دي ما كانتش كوفيته.
أنا عملت إيه ضد الله؟ اسمع، الكذب خطية ضد الله. عشان الله بيقول لا تكذب. فهمت، فأنا كده عملت خطية في حقك وحقها الله كمان لما كدبت وقلت إني ما شفتش الكوفية بتاعتك. بالظبط كده، يبقى لازم أطلب من الله إنه يسامحني. صح، والله هو الوحيد اللي يقدر يغفر الخطية دايماً وللأبد. دايماً وللأبد، دي مدة طويلة جداً. أيوة، أنا محتاج غفرانه. إنك تعترف بسرعة بالغلط اللي انت عملته وتطلب من الله إنه يسامحك على طول، معناه إنك تفضل في صداقتك معاه. أيوة، وبعد كده مش عايز استخبى من الله، هو اللي خلقني. ده صح جداً. تعال نكلم الله الخالق دلوقتي. أوكي، فكرة حلوة. يا رب، يا رب، كان غلط إني أكذب النهاردة. كان غلط إني أكذب النهاردة. أنا آسف على خطيتي. أنا آسف على خطيتي. لو سمحت سامحني. لو سمحت سامحني. أنا عايز أكون قريب منك. أنا عايز أكون قريب منك. أنا عايز أمشي في نورك. أنا عايز أمشي في نورك. شكراً إنك غفرتلي خطيتي. شكراً إنك غفرتلي خطيتي. آمين. آمين. أنا مبسوط إن الله بيغفر الخطايا، وكمان مبسوط إنك سامحتيني يا لويزا. وأنا كمان، الاعتراف خلانا أصحاب تاني. أيوة، وأنا كمان بعد كده مش هخبي عنك أي حاجة أبداً. وأنا مبسوطة إن تشيكوندي بقى فرحان تاني، وكمان مبسوطة إنكوا شاركتونا وإحنا بنتكلم عن نور الله. أيوة، افتكر مش هتستخبى تاني. مش هستخبى تاني. عارف ليه؟ علشان أنت خليقة الله المدهشة. We're helping you to find the way every day to be your best. Wisdom and knowledge will lead you to success. Sin is anything I do or think or say that breaks the law of God. Sin is anything I do or think or say that breaks the law of God. If I hide my sin, I will not do well. If I hide my sin, I will not do well. So I'll confess it, leave it, turn away from it, and continue.